بعمل البروكيورمنت لوحده مثلا، لو في شيلرز، لو في اي جنريتورز، لو في اي اجهزه خاصه في اي حاجه بتعمل لها برضه ايه. وده هنا بقى ميزه البي ام او برضه، ان هو ايه، ممكن يعمل بريك داون ده، وبيخليك تاخد يعني تروح جاست تو ذا ايه تو ذا تو ذا تو ذا تو ذا فاكتوريز. يعني انت ممكن تاخد الحاجه من الفاكتوريز على طول، او من الاوريجن بتاع الايه الحاجه. انت بتوفر بقى على نفسك كل المارك ابس اللي بيطلع من اول المصنع لتاجر الجمله لتاجر القطاع. طيب في الديزاين فيز بقيت الريكوست فور بروبوزال كود بي اتشيفد ان 3 سب فيزز. يعني كونسبشوال ديزاين في مصممين كتير جدا معماريين او غير معماريين بيقول لك انا بعمل كونسبت بس. يعني في ناس في العالم كله اسماء كبيره بقى، يعني زي حديد الله يرحمها والناس اللي هي في هذا المستوى، كونسبشن انا مش هقعد اعمل سمات او ديزاين والكلام كله وقت يعني اسمن من كده، وان انا اشغل وقتي بان انا اقعد اراجع المهندسين بقى بيعملوا سمات ديزاين وديتيلز والكلام ده كله. لا، انا بعمل كونسبشن ديزاين باخد ايه يعني فلوس على كريتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومشاكل جدا طبعا الماجوريتي بقى اللي هي المشروعات العاديه بتبقى ايه؟ بتبقى كل مع بعض. اكسبشن ديزاين مع سكيماتيك ديزاين مع ديتيل ديزاين والايه وتندر دوكيمنت بريباريشن. التندر دوكيمنت بريباريشن كنا بنتكلم عليه في الايه في السلايد اللي قبل كده. وبرده عشان نعرف برده حاجه مهمه جدا، ودي برده ايه بنحب برده نوضحها في لقاءاتنا، ونوضحها برده في قعداتنا مع الاساتذه الكبار اللي زي حضراتكم. في ناس كثيره جدا بتعتبر ان الجنرال كونديشن والسبيشال كونديشن دول هم دول العقد. لا لا، يعني الفيدك ده مش العقد، يعني الفيدك مش عقد، الفيدك ده صيغه العقد. الجنرال كونديشن والايه والسبيشال كونديشن بتاعت العقد. انما البي او كيو، الدراونز، السبيسيفيكيشن، السبيشال سبيسيفيكيشنز، الرسائل اللي رايحه جايه، كل الكلام كنا بنتكلم عليه من شويه، كل ده على بعضه بيكون العقد. يعني مش 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 يعني انا يعني بسمي عقد اقول فيدك، لا، عشان الجنرال كونديشن والفيدك بتاعته فيدك، انما لازم يبقى معاه كل الحاجات الثانيه، وكل الحاجات الثانيه دي كل مجموعه حاجات كلها ست سبع ايتمز دول بيكونوا العقد. انا بحب برضه بحب نقول الكلام ده عشان برضه ايه تصحيحا لناس كثيره بتعتقد ان لما بقول فيدك او لما بقول العقد البريتش او اي نوع من انواع العقود او بي او تي او بي او تي او 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 بي 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 او اي حاجه، لا، دي مسمى للجنرال كونديشن وللايه وللسبيشال كونديشن، مش انما كلمه عقد نصا بشكلها العام او بشكلها القانوني هو مجموع المستندات والشروط اللي بتكون العلاقه ما بين طرفين. The processes to reach the phase outputs used in the feasibility and market study phase shall be applied to reach the outputs of the design phase. The processes to reach the phase outputs used for in the feasibility market study phase study shall be applied to reach the output of the design phase. ان انا كل المخرجات بتاعت ال feasibility market studies اللي هي الفيز اللي كانت قبل كده بتتاخد وتستخدم معانا في الديزاين فيز. لما بعمل مثلا ترافيك ستادي، ترافيك ستادي بعرف بقى بفهم وبعرف ايه تاثير مثلا المبنى اللي انا بعمله او المشروع اللي انا بعمله على الـ على الـ على الترافيك، واثرها فيه بقى بشكل او باخر، اعمل ايه، اودي ازاي، او مثلا اعمل جراشات فين، او اعمل سيركيليشن ازاي، او اعمل طرق ازاي، او اقسمه ازاي، او اقلل الانتنسيتي بتاعته قد ايه. يعني كل الحلول بتتحط بناء عن ايه، عن ال 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 feasibility phases. يعني the actual design phase shall be used as inputs for the procurement phase. هنا دلوقتي بنقول بقى ايه، هنا دي بقى المخرجات بتاعت ال design phase اللي هنتكلم عليها، اللي هي البي او كيو، المواصفات، الكلام ده كله من اول لاخره. هيدخل فين بقى؟ في البروكيرمنت فيز. احنا قلنا البروكيرمنت فيز دي عباره عن ايه؟ اللي انا هعمل فيها البروسيدرز بتاعتي او البروسيسز بتاعتي، ان انا اوقع ان نتيجته هتبقى توقيع عقود مع كل متخصص، سواء مقاول، سواء مكتب الشرع التنفيذ،
سواء سبلايرز اللي هو اللي هيخشوا بقى ايه المشروع يشتغلوا فيه بايديهم بقى عشان يطلعوا ايه الفاينل برودكت، وكونسلتنتس ريكوست فور بروبوزلز اند كونتراكت كود انكوربوريت ذا كونستراكشن سوبرفيجن اكتيفيتيز. يعني الديزاين الكونسلتنت اللي عمل الديزاين ممكن ياخد الكونستراكشن سوبرفيجن اكتيفيتيز. احنا على فكره شبابنا زمان قوي كده، يعني كان يعني انا بتكلم على الشباب ده من زمان عشان ما تتخضوش، بس واخدين بال حضراتكم، كان المهندس الاستشاري بياخد الديزاين بياخد الدراسات وبياخد كل حاجه، بس ما كانش الكومبلكس بقى زي دلوقتي، ولا كانت الايه حجم البروجكت زي دلوقتي. فكان ايه كونسلتنت واحد بياخد الشغل وبايه وبياخد لغايه ما يسلم يسلمه فاينل برودكت للعميل. انما دلوقتي طبعا لا، ما عادش ينفع، وبيفضل تماما دلوقتي مع الكومبليكيشنز ومع المانجمنت ان يبقى الديزاينر حاجه والكونستراكت سوبرفيشن حاجه ثانيه، بس نتعامل صح، لان برضو ما ينفعش برضو الديزاينر ده، في ده راي شخصي برضو ده، انا بقى يعني معلش انا احيانا بقول ان ده راي شخصي. في اماكن كتير جدا بتخلص الديزاين تاخد منه الاوتبوت بتاعه تديله فلوسه تشكيل منك مع السلامه. لا، انا رايي الشخصي ان لازم الديزاينر يبقى متواجد لغايه المشروع ما يخلص فاينالي، لغايه اخر يوم في الفاينل هاندينج اوفر، لان الديزاينر هو صاحب الرؤيه وصاحب التصميم صاحب من الاخره. لازم يقول تواجد بشكل او باخر. انا مش بقول اغرمه وقته وضيع وقته واخر، لا، بالمقابل ان يظل ارتباط الديزاينر بالمشروع بتاعه لغايه ما يتسلم، حتى لو في سوبرفيجن من واحد تاني. لان برضو لو في اي بروبلم، في ناس كتير بتيجي في السكه تقول لك لا ده اصل الواجهه دي مش عارف ايه، في ناس تقول لك اصل الحديد تقيل قوي، واحد تاني يقول لك ده اصل، يعني يقعد ايه يعني كل واحد يحط وجهه نظر، فيبقى الديزاينر نفسه موجود عشان يقدر يرد، لانه يعني اكتر واحد فاهم حاجته واكتر واحد عارف حاجته، والتواجد بتاعه ده ما هوش مجاني، لا، بيدفع عليه فلوس. فيبقى انا رايي الشخصي كده، هو طبعا ده الكلام ده مش سيد، في ناس بتعمله وفي ناس ما بتعملوش، لكن انا رايي الشخصي ان لازم الكونسلتنت الديزاينر يبقى ايه موجود في كل الفيز بتاعت المشروع. طيب هندخل بعد كده في الايه؟ في البروكيورمنت فيز. The procurement phase consists of the same processes used in the previous phases. نفس البروسيجر بتاع هناك، but starting by the request for tenders as input with the different outputs from the design phase to be used as inputs for the procurement phase. يعني زي كل اللي حصل بيحصل قبل كده، وزي ما البي ام نفسه اخذ شغل، بيحصل ايه؟ ان كل تخصص من التخصصات، احنا قلنا ممكن يبقى مقاولات متقطعه، يعني اعمل لها بريك داون، ان يتعمل مثلا الخرسانات والمباني، يتعمل بعد كده مثلا الكهرباء لوحدها، بعد كده يتعمل الميكانيكا لوحدها، يتعمل اللاندسكيب لوحده، يتعمل مثلا الفاير فايتنج لوحده، يتعمل السبلاينج لوحده، انا مثلا عندي جنريتورز، عندي بامبس، عندي اي هيفي ماشينز محتاجها انا في الاوبريشن بتاعي، يبقى ايه احنا بتمشي بنفس الاجراءات. بنزل شروط مواصفات للموضوع، سواء كانت انجينيرنج او سواء كانت بروكيورمنت، وبنزلها للمتخصصين، المتخصصين بتوع كل واحد بيقدم على التكنيكال اوفر بتاعه مع الفاينانشال اوفر، بقارن ما بينهم، بختار اكتر واحد مناسب، بوقع مع العقد. دي البروكيورمنت فيز، فكلهم نفس الاجراء. The output of this phase shall be the contract between the client and the main contracting company. هنا لو هي مين كونتراكتور خلاص يبقى انت بترتاح، وفي الحاله دي البي ام او برضه بيبقى ايه الدور اللي عليه كويس، ما بيقعدش بقى يجري ورا كل سبلاير ولا بيجري ورا كل سب كونتراكتور ولا حاجه خالص، هيجي مين كونتراكتور وياخد يشيل الشيله وبالسلامه. طبعا كل حاجه لها مميزات ولها عيوب، بس طبعا كل واحد دي اراء،
وبتعتمد بقى على انت المشروع انت درسته ازاي، الظروف بتاعت المشروع نفسه، الطبيعه بتاعت المشروع نفسه، هل تقبل ان انا اعمل بريك داون لكل الاكتيفيتيز اللي فيه او لكل الايشوز اللي فيه، ولا اديها للجنرال كونتراكتور بقى يكون عنده خبره اكتر ويخلص ويبقى ايه وتمشي الدنيا يعني. ده رايي وده رايي، وده شغل وده شغل. في برضه في الحالات زي كده حاجه اسمها ديزاين اند بيلد، ان انا بعرض مشروع ديزاين اند بيلد، يعني المقاول اللي هيتقدم هيقدم لي ديزاين. بس في الحاله دي في حاجه اسمها ايه؟ فيد دوكيومنتس. يعني مش بقول له انت صمم زي ما انت عايز ولا لا، في فرونت اند انجينير دوكيومنت دي. يعني في مشروعات انا عدت عليا هنا في مصر وعدت عليا في الخليج في قطاعات البترول، الفيد دوكيومنتس دي بتوصف لك كل حاجه، بتوصف لك لون المسمار اللي هتدق بيه الخشب وطبيعته، لكن مش داخل في الديتيلز، يعني معطي لك الايه الشكل العام بتاع الموضوع. وانت كمقاول بقى بت 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 بتقعد تعمل ديزاين بالكامل، وعاده الديزاين بيبقى ماشي بارلل مع ايه؟ مع الكونستراكشن، ودي احنا عشناها في في مشروعات بترول في الخليج. ده بالنسبه لي يعني. هنا في مصر عشته في اثناء بناء فندق معين يعني. طيب the output of this phase shall be the contract between the client and the main contracting company. طيب procurement. The processes in this phase shall incorporate some interface with the client and the consultant to be as follows. Use the request for tendering to receive different tenders offer. اللي هي اول خطوه. الريكوست فور تندرنج، يعني كل مقاول بيقدم تندر خلاص. كومباريزن بتيو كلام اللي بنقوله دلوقتي، كومباريزن بتوين ديفرنت تندرز كود بي شيرد ويز ذا كونسلتنت اساين فور ذا بروجكت ديزاين. الديزاينر ممكن يكون موجود في الايه في المرحله دي، وانا رايي الشخصي مش الديزاينر بس، الديزاينر لو 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 هاي سوبرفايزر غير الديزاينر بيتر، انا رايي بيتر هو موجود في المرحله دي، لان هو اللي هيكمل المشروع مع الكونتراكتور او مع السبلايرز، فوجوده هيبقى اهم جدا برضه، لان هو له وجهه نظر وله خبره والكلام ده من الاول لاخر. The comparison sheets have to be submitted to the client for discussion and have his opinions regarding the final settlement of the construction contract. بقارن بين الاسعار وبين التكنيكاليتي بتاع كل واحد بيتقدم، سواء سبلاير سواء بيقدم سيرفيس سواء بيقدم ماشين سواء سبلاينج حاجه لونج ليد ايتم سواء اي حاجه خالص، بيبقى ايه ان انا يعني ايه بعمل كومباريزون ما بين الناس كلها وبشوف البيست ايه البيست اوفر ليه. خلي بالك the best offer is not the least offer. The best offer is not the least offer. The best offer is not the least offer. Offer يعني مش الرخيص هو اللي بيبقى احسن حاجه. خلي بالنا يعني في مثلا فلاحي بيتقال عليه ايه؟ الرخيص غالي. وده ميزه بقى اللي بيعمل اللي مش عارف الفاليو انجينير، اللي بيعمل فاليو انجينير بيعمل ايه؟ بيعمل اللايف تايم كوست. يعني المشروع لو مثلا لو هو اللايف تايم بتاعه 25 سنه بيتحسب الاوبريشن بتاعته هتكلف كام؟ بيتحسب preventive او corrective maintenance كام؟ عشان كده الفاليو انجينيرنج علم من العلوم الجميله جدا دلوقتي ومهمه جدا. يعني مدير المشروع لازم يبقى عارف برضه يعني ايه فاليو انجينيرنج، ويا ريت يكون مارسها برضه من الحمد فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه علينا يعني غمرنا بخيره وحضرنا برضه الفاليو انجينيرنج. يعني كل الكلام اللي بتكلم عليه ده من فضل الله سبحانه وتعالى عشناه، سواء عشناه في مصر او في الخليج او في حته كتيره جدا. عشان كده يعني ايه بنتكلم دايما من على ارض واقع، مش بنتكلم من خبرات او من حكاوي او من بنتكلم على الواقع، وده بنديه لزمايلنا واساتذتنا واخواتنا وابنائنا واحفادنا لايه يختصروا حاجات كتير جدا. يعني اللي احنا يعني مش عايزين نطلع بره الموضوع، بس دي الفكره يعني. احنا لقاءاتنا الجميله دي اللي انا بسعد بيها بيكم كلكم يعني. البروكيرمنت فيز بقيتها discussion and negotiation
the best tender offer to reach the maximum benefit and the best conditions according to the client and consultants and the PMO opinion. بيبقى في جلسات بقى يعني مثلا واحد نظر اقل واحد نقعد بقى نشوف نناقش ونعرف بعد نشوف التكنيكال بتاعه واقارن التكنيكال وانا اقارن الفاينانشال وبعدين ابتدي بقى نناقش بقى الناس نشوف عشان ايه يعني طبعا انت مش دي مش دي, دي يعني في الغالبيه بتبقى بقى يعني بروجكت بفاليو كبيره يعني اسيت بيبقى الكوست بتاعها كبير يعني ببني حاجه بملايين وساعات بمليارات وباجي في الاخر يعني احنا شفنا بعينينا مدن بتتعمل او احياء بلاش مدن يعني احياء بتتعمل وما بتستكنش خالص بيصرف عليها مليارات ما بتستكنش خالص بتظل كده لو عملوا انفراستراكشر ولا السكن اتعملت ومش في مصر بس شفناها في مصر وبره مصر ما حدش يقول لي فين ولا ايه ولا ازاي ولا نقول يعني ايه انا نسيت عشان بس ما حدش ايه يسال ويقول طب فين طب ايه يعني انما فعلا في بروجكتس كتير جدا اتعملت في الاخر جم لا عرفوا يسكنوها ولا عرفوا يستفيدوا بيها ولا عرفوا وده بيبقى لاك ايه؟ lack of studies, lack of project management, lack of quality. Choose the best offer, هنا choose the best offer, prepare the construction contract between the client and first party and the contractor as second party. يبقى انا بعمل ال PMO بيعمل ايه؟ بيعمل construction contract ما بين الكلاينت كفيرست بارتي وكونتراكتور السكند بارتي. نقطة نحب نقولها هنا. البي ام او اي نعم بيقبض والكونسلتنت خصوصا السوبرفايزر لان في ناس كتير جدا انا بشوفها لغايه دلوقتي بشوفها ان الكونسلتنت ده قاضي في مكانه. البي ام او بنفس الموضوع قاضي في مكانه. مش علشان بيقبض من الكلاينت ان هو يبقى في طرفه. لا يبقى في طرف الحق. ليه؟ لان بي ام او المفروض يكون امين ومتخصص وعارف هو بيصرف ازاي وعارف هو بيتصرف ازاي. فما يجيش بقى كلاينت يقول والله دي غاليه قوي وهي مش غاليه. يقول له حاضر وبتاع ويروح يجيب واحد يبوظ الشغل وبعدين يجي في الاخر يقول ايه؟ ما هو الثاني طلب سعر يعني قال لك السعر وحش او تدخل او الى اخره. لا ابقى صادق وفيري فير وابقى فيري ستريكت بكل الطرق ان انا الكلاينت يفهم ان انا ك ك ك ك ك سوبرفايزر برضه في كثير من المهندسين سوبرفايزرز بيعتقد ان هو ما بيقبض من المالك يبقى ان هو مثلا ايه بياخد جانب بتاعه في اي قضيه في اي مناقشه في اي حاجه ويجي على المقاول يكبس عليه ويستغل سلطاته معاه وده مش صح ومش كويس لا لسمعه المقاول لا لسمعه الكونسلتنت ولا لسمعه المالك لان الكلام ده لو اتعرف عمر الكونسلتنت ده ما حد هيطلبه بعد كده ولا عمر المالك ده حد هيدخل له من المقاولين او السبلايرز اللي هم كويسين اللي هيشتغل عنده هيبقى مزنوق هيبقى يعني بيشتغل معاه عشان يدور على اي طريقه ان هو ايه يخطف منه ويجري. فنخلي بالنا البي ام او او الكونسلتنت ده قاضي في مكانه لا يخلف ضميره ولا يبقى في جانب الكلاينت اللي هو الفيرست بارتي في الكونتراكت. Signature of the contract between the client and the contractor. Manage the implementation of the contract. زي ما قلنا الكونتراكت في شروط العامه general condition هو special condition انما في بقى implementation contract يعني ايه؟ يعني الدراونز في دراونز تتطبق صح dimension wise وديزاين wise وcirculation wise كل حاجه. في specification general specification وايه؟ و special specification مواصفات العمل والمواصفات الخاصه. في البروسيدرز نفسها يعني النقط اللي في الكونتراكت اعمل امبلمنتيشن ازاي؟ امتى بقدم البرنامج الزمني؟ امتى بقدم الكواليتي بلان؟ امتى بقدم السيتي بلان؟ امتى بقدم الكونستراكشن بلان؟ امتى بقدم اللونج ليد ايتمز؟ امتى بقدم الاسبيل درونز؟ الكلام ده كله بيبقى موجود جوه الكونتراكت. فيبقى ايه الامبلمنتيشن دي اوف ذا كونتراكت تعني كل الكلام اللي بقوله ده لو تطبيق
كل ما في الست سبع عناصر بتاعت الكونتراكت على تطبيق المشروع وعلى اخراج فاينل برودكت كويس. The output of this phase is the construction contract to start the construction phase by the contractor and supervised by the consultant and managed by the PMO. كل اللي فات ده كله كان عشان ايه؟ شوف احنا بنتكلم بقى لنا قد ايه؟ في phases لسه ما دخلناش في البرودكشن. ما دخلناش في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الفيز بتاعت البرودكشن اللي هي ايه بقى؟ الكونستراكشن فيز. الكونستراكشن فيز دي وزي ما اتكلمنا كنا بنقول دلوقتي هي دي ده الهدف بقى التارجت من كل الدراسات اللي فاتت. وزي ما بنقول زي ما الجود كواليتي كيوميليتيف الباد كواليتي كيوميليتيف. بدات صح وعملت دراساتي صح من فيز لفيز 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 المشروع هيخلص صح وهيتعمل صح. لو انا بدات غلط او استرخصت او الى اخره مشروعي نسبه نجاحه لو عرفت احسبها يعني مش هتبقى كما ينبغي، مش هبقى مبسوط في الاخر، وهبتدي بقى ايه القي التهم جزافا على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. الكونستراكشن فيز دي وزي ما بنقول برضو ان قبل ما نتكلم عليها ان شركه المقاولات عشان كده بقول لك احنا بنتكلم على بروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت في سبع فيز بتبتدي من بريفيزيبيليتي. الكونستراكشن فيز ده بتاع شركه المقاولات والسبلايرز. هتكلم على شركه المقاولات واخده الشغل على بعضه. شركه مقاول بتاع شغل على بعضه بتمشي في نفس السبع فيز. بمعنى ده مرور سريع دلوقتي. بتعمل بريفيزيبيليتي. يعني دلوقتي نزل اوفر او يعني نزل دلوقتي مشروع عايزين نبني مستشفى في مكان معين. خلاص؟ العميل ده معين، العميل معين. طيب العميل ده البريفيزيبيليتي بعمل ايه؟ بقول والله العميل ده هل هو عميل قوي؟ هل عنده فلوس؟ ادي واحد. هل العميل ده الناس اللي اشتغلت معاه قبل كده ارتاحت؟ او الكونسلتنت خلي بالكم كمان عشان ايه كواليتي اوف بيبل اللي بيروحوا له. يعني انا في مقاول يقول لك انا ما ادخلش عند الناس دي خالص لانها بتخسر سمعتها سواء هيئات او سواء عميل. هل ده يقول لك ايه انا اخرب بيت المقاول؟ طب اخرب بيته، خرب بيت واحد اثنين ثلاثه 10 بعد ذلك لحظه من اللحظات مش هيلاقي حد يعمل له شغل الا اذا كان بصصته بقى بشكل معين وعرفه كويس وفهمه كويس وعارف ان هو ازاي هياخد حقه منه بشكل او باخر وبالعكس هياخد اكتر من حقه منه. فالاحسن حاجه لكل الامور ان انا ابقى فير وابقى ايه يعني شفافيه. يعني لازم الدنيا تبقى شفافيه. طبعا الكلام ده هيبدو لناس كتير جدا ان ده احلام وفي ناس بتبتسم دلوقتي وبتضحك وفاكر انك بتتكلم على حاجه مش موجوده. لا موجوده وقابلتنا كتير في حياتنا في مشروعات. مفيش مشروع مشى بالطريقه دي وما ضمنش نجاحه اكتر من 98%. انما اي حاجه بتحصل ثانيه من لف او دوران او اختيار غلط او الاخر ما عداش على الفيز دي مظبوطه وما عداش على الكلام ده بشفافيه عمر المشروع ما بينجح صح. The construction is the phase consisting of the concrete achievement of the final products of the project. It starts immediately after the procurement phase. The success of this phase depends on نجاح المرحلة اللي جاية دي depends على إيه؟ تعتمد على إيه؟ The precision, the quality and full completion of the design and procurement phases. دقة وجودة الانتهاء الكامل من مرحلة الديزاين التصميم والبروكيومنت فيز. عملتهم صح بناء على الفيزيبيليتي الصح اللي قبلها يبقى انا ماشي صح الكونستراكشن هيمشي صح. The planning of the activities and the required resources for the smooth operation of this phase. Planning of this and the required resources for the smooth operation of this phase. المرحلة الكونستراكشن دي مشكلتها فين بقى؟ يعني انا كل المراحل اللي فاتت كلها دراسات. انا ممكن اقطع الورق ما دام ما نزلتش السايت وما بنيتش حاجه وما كلفتش تكلفه بقى الفاينل برودكت. انا ممكن اقطع الورق واعمل الدراسه بتاعتي تاني. انما العيب بقى في الكونستراكشن فيز ان انت بتبني. يعني لو انت عندك اخطاء من قبل كده
في اي شكل، سواء في ديزاين، سواء في توصيف، سواء في اي حاجه، هنا خلاص هتلحقها. انما هنا دخلت وبنيت في الاخر هتلاقي المبنى بتاعك مثلا متوجه غلط. هتلاقي مثلا المبنى بتاعك اتحط في مكان ما انتش عارف تبيعه، لان الترافيك اللي عنده محدش عايز يعدي عليه، الدنيا بقى زحمه جدا جدا ومحدش بيوصل. هتلاقي مثلا المبنى اللي انت عامله ده او المصنع اللي انت عامله ده عمل بوليوشن، يعني انفيرمنتالي مش كويس. هتلاقي نفسك المصنع ده ممكن ما ياخدش الترخيص بتاعه خالص، لان ما ترعاش مثلا الجرين بيلدينج او السستينابيلتي في التصميم بتاعه او في الانفيرمنت بتاعه. The planning of the activities and the required resources for the smooth operation of this phase. ان الاكتيفيتيز اللي هشتغلها في الفيز دي، في الكونستراكشن فيز، لازم تبقى لوجيك، معموله متخصص، والريسورس بتاعته تبقى تيجي مظبوط. الريسورس قلنا عليها ال 4M، مان باور، ماشينري، ماتيريال، ماني. The management and the procurement of the different resources in its planned time during the construction phase. إدارة وتوريد different resources، بحط المصادر الانتاج يعني في الوقت اللي اتخططت فيه during the construction phase. يعني الناس تقول لك ايه، انا عندي مش عارف ايه كام ونش وكم مش عارف ايه وكم ايه وكم ايه اون سايت. يا حبيبي طب عندك اون سايت 50 معده، انما ما بتشتغلش بولا واحده منهم. انا عملت ايه انا بالاستعراض الكلام ده من اول اخره؟ لا، انا احط في المشروع المواد والخامات المطلوبه. في سياسه جاست ان تايم هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على اللين بروجكت مانجمنت. جاست ان تايم ان الماتيريال بتدخل لي وقت التشغيل، ما عنديش مخازن، سواء في الـ 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 لو بشتغل على بروجكت مثلا كونستراكشن او بشتغل على انتاج، يبقى انا وانا بخرج برضو الـ 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 لو انا البرودكت بتاعي بشتغل في مصنع بنتج عربيات، بنتج اي حاجه، بعمل ب ب ب ما بطلع، ما عنديش مخازن، ما بخزنش برودكت، بروح واخده ومطلعه على بره على طول على الايه؟ على السوق بتاعه، ما عنديش مخازن. موضوع زي السبلاي تشين برضه انا مش متخصص فيها، لكن برضه كبروجكت مانجر يعني عارفينها. هنشوف اذا ربنا ادانا وقت برضه وصبرنا وقدرنا ان احنا نتكلم سبلاي تشين، هنتكلم عليها برضه ان شاء الله باذن الله تعالى. انما احنا لازم نعرف ان الموضوعات كلها، كل اللي بقول لكم عليه ده موضوعات جميله وسهله ولذيذه جدا. اللي عايز يشتغل مدير مشروع الكلام اللي بقوله ده ما هوش عبقريه من اي مخلوق. المفروض عشان يبقى بروجكت مانجر ناجح لازم كل هذا الكلام ويبقى فاهمه ويبقى عارفه. مش هتخصص فيه، نخلي بالنا برضه. يعني انا ماستر في هندسه انشائيه في الهاي رايز، لما كنت ماسك مشروعات هاي رايز في الخليج او في اي حته، من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى، مش غرورا ولا حاجه، احنا يعني ايه، ان مستوانا في هذا الكلام من فضل الله، من فضل الله، من فضل الله ممتاز. لكن معايا ستراكشرال انجينير، لما ابقى في اجتماع او في مناقشه، انا الستراكشرال انجينير بتاعي قبل ما ادخل بقعد معاه وبنتناقش مع بعض وبنوصل، بنعمل سيناريوهات. ده الستراكشر انجينير اللي زيي زيه واصغر مني وقد ولادي. لما ادخل في ميتنج ما افتحش بقي في اي مشكله فيها الستراكشر انجينير. مين اللي هيتكلم؟ المتخصص الستراكشر انجينير. انا دارس اربيتريشن ودارس مش عارف ايه، لكن معايا كونتراكت مانجر. انا كبروجكت مانجر برضه بتكلم مع الـ مع الـ مع الـ عشان انا بقول لكم على ايه؟ الاثكس، وعلى ازاي تنجح، وازاي نازل معاك التيم بيلدينج بتاعك يبقى مظبوط. معلش انا طلعت حته صغيره بس اوت اوف 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 سكوب، بس يعني برضو دي حاجه ايه يعني قد ما فيش فرصه ان انا ايه اقول الكلام ده تاني. يعني انا قد اكون متخصص كيو اي كيو سي من فضل الله سبحانه وتعالى، درس كويس جدا وممارسه كويس جدا واشتغلت كويس جدا. لو عندي واحد كيو اي كيو سي بتناقش معاه وبتكلم معاه وهو اللي بيتكلم في الميتنج، له شخصيته وله كلامه وفي حاله الاختلاف بيني وبينه هو اللي يكسب. ما اقولش لا ده انا بقول لا، الا اذا كانت حاجه ميجر، لا
او بقى ايه اقول له مثلا حته فلانيه او انا حاجه فلانيه وانا حاجه ميجر حاجه ميجر انما حاجه فيها مناقشه وفيها وجهات نظر لا وجهه نظر المتخصص اللي معايا هي اللي تمشي لو هو ده او اللي هو قد حفيدي مش قد ابني. نرجع مرجوعا للكونستراكشن فيز كونتراكت وتكنيكال اوفيس اكتيفيتيز يعني اتس ابروفل باي كونستراكشن ان بي ام او. هنا دخلنا بقى في الايه في اللوب الكونستراكشن فيز. الحقيقه في خطوه في الشركات المقاولات انا ما شفتهاش كتير الحقيقه في شركات كويسه في الخليج. هنا في مصر في ما اقدرش اقول لا. اللي بيحصل ايه؟ ان بعد ما خلاص انا كمقاول وقعت العقد واستلمته بعمل ايه؟ عشان ابتدي انفذ واعمل بقى كوست كنترول وابتدي اعمل كوست مانجمنت ما بيبقاش اعتمادي على البرايس اللي انا حاطه بس. لان انا لما درست وعملت البريك داون وعملت البريك داون بتاع الدايركت كوست والاندايركت كوست والاوفر هيدز والمارك اب كل ده ان شاء الله هيبقى برضه في مجال هنشتغل في الفاينانس دي قدام شويه برضه. انا كل همي دلوقتي في المحرره اللي هي دي ان احنا نقرب لينا كلنا ان المانجمنت ده ايه هو ومدى سهولته ومدى سلاسته ومدى اللي ما فيهوش اي حاجه صعبه او معجزه او الى اخره. فاللي عايز اقوله ايه؟ المفروض اول خطوه او بارلل يعني انا دلوقتي انا باخد خلاص انا نجحت وعملنا الحفله وقعدنا سهرنا الليله ونجحنا ان احنا نجحنا ان احنا ناخد المشروع. طيب الخطوات بعد كده بنعمل ايه؟ بمشي في سكتين. سكه في التكنيكال اوفيس. التكنيكال اوفيس هيعمل لي الكلام ده. في حاجه الحقيقه انا فاتتني ان انا احطها هنا اللي هي البادجيتنج. البادجيتنج اللي هي ايه؟ انا دلوقتي لما جينا نعمل بريك داون الكوست بريك داون في الاخر دي هتبان في الكوست مارجن. هتبان اكتر كوست مارجن بس هقول لكم برضه هنا برضه عشان لو ايه نفكر بعض يعني. انا لازم اعمل كوست بريك داون تاني واعمل اوفرز ثانيه وقد يكون مع نفس الناس اللي انا خدت اسعارها وحطيتها في الايه؟ في الاوفر. ليه بقى؟ انا مش 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 انا مش 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 بفتري ولا بحاول ان انا اكسب من حد بدون وجه حق او الى اخره. لا ايثيكلي احنا اتفقت معاك على كده لو خدنا المشروع خلاص يبقى انت مش شكيه وهتشتغل باسعارك بكل حاجه وانت بقى دارس ريسك ودارس عامل كان من قبل الاخر. انما في مثلا فلاح بيقول ايه وقت الكاش الغالب ايه مش ببلاش قوي يعني. يعني احنا لما بنيجي نعمل قدامنا ريسك ان احنا انواع كتير من الريسك ده ريسك مانجمنت ده برضه تبقى عايز واحد متخصص واحد في الريسك مانجمنت يعني برضه ده احد الحاجات المهمه جدا واللي ظهرت في السنين الاخرانيه في 10 سنين الاخرانيه. الريسك مانجمنت برضه ان شاء الله هنتكلم عليه بس ليتر اون. انا لما جيت اعمل البريك داون حطيت مثلا يعني حطيت الخرسانه الجاهزه ب 900 جنيه مثلا. جيت بقى دلوقتي انا عايز اعمل انفس ده انا هروح اتعاقد بقى عشان اخد الخرسانه مثلا لمده 6 شهور اللي جايين. السوق نزل. فلما السوق نزل ده انا كشركه مقاولات استفيد من الريسك لان انا كنت شايل الريسك بتاع ان انا ايه كان ممكن اخسر. يبقى انا من الاول خالص برضو وبدون ظلم وبمنتهى الرضا بقعد مع صاحب مثلا الخرسانه الجاهزه قول والله الموضوع كذا 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 انت ايه رايك؟ يا سيدي احنا الفرق مثلا كان ب 900 حاطين سعرنا 900 في هناك هنخليها مثلا بلاش 800 هنخليها 850 بمحبه وبحب وبرضا. يعني مفيش حاجه تتاخد ايه عافيه ولا تتاخد بشكل نون ايثيكال يعني. بس دي نقطه على جنب. فبعمل هذا بريك داون تاني بناء على الواقع اللي انا الواقع معايا وانا بشتغل. لان انت ممكن حاجه انت ممكن تيجي تلاقي تبص ان السعر زاد زي ما دلوقتي يعني مثلا احنا في القانون دلوقتي انت عندك من حقك ان كل 3 شهور مع زياده السولر انت بتزود النسبه على الحاجه بتاعتك. دي حاجه جميله جدا في القانون المصري في ناس كتير ما تعرفهاش.
فدي برضه كل مصر موجوده موجوده موجوده، ان انت كل 3 شهور بتراجع الريت بتاعك او السعر بتاعك مع الايه؟ مع العميل. المهم اللي بيتعمل البريك داون تاني، وبعمل الكوست كنترول على هذا السعر الجديد. مفهوم؟ يعني انا بعمل كومباريزون في الكوست كنترول، بعمل ايه؟ هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، بس انا دي نقطه عشان انا ايه قد انساها وانا يعني هي هتبان لما بنيجي نتكلم في الفاينانس مانجمنت. طيب ايه الشغل بقى الاكتيفيتيز اللي هي الواجبات بتاعه التكنيكال اوفيس، تكنيكال اكتيفيتيز والابروف بتاع كونسلت بي ام او؟ يعني انا كتكنيكال اوفيس بحاجتين بارلل الحقيقه، ما حطيتش انا الجزء بتاع اللي هو الريفالويشن او اللي هو البادجيتنج، الاكشوال بادجيتنج للكوست، انما الكونستراكشن يعني دلوقتي احنا بنتكلم مع بعض احنا يعني ايه، ودي فايده انا بستفيدها لما بتكلم مع حضراتكم. احنا بقى لنا ساعتين شغالين، هل تحبوا ناخد 5 دقائق او 10 دقائق؟ باشمهندس محمود موجود؟ باشمهندس عمر موجود معاك يا هندسه؟ تحبوا ناخد راحه 15 دقائق؟ انا ما عنديش مشكله، انا يعني ما فيش مشكله، زي ما تحبوا. انا برضه انا عايز ايه يعني، عايز تعمل تسأل وتشوف رد، ماشي انا جاهز، واخد بالكم؟ فزي ما انتم عايزين. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، انا مش بقول يعني مش عشاني، عشان الناس، انا لو واقف قدام الناس هفهم على طول، لان البادي لانجوج دي حاجه من الحاجات المهمه، وهنشرح فانا طالما انا بعيد فبفضل ان يعني ايه يبقى في مينيمم كونتاكت. فتحب تعمل كده سؤال كده للناس ويردوا مثلا، نشوف هل احنا هل ماشي الحال، احنا ماشيين مع بعض ولا تحب ياخد 5 دقائق 10 دقائق؟ ممكن نعمل كده ولا تفتكر اوكي؟ اسال الناس وتلقى الردود وشوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني الناس بتسال الهندسه الردود في فاضل وقت قد ايه؟ امريدي تمام. هي الناس بتسأل بس هندسة فاضل وقت قد ايه تقريبا يعني؟ لا 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 مش كتير، احنا قربنا خلاص يعني construction، فاضل يعني سي مثلا نص ساعة تقريبا، نص ساعة تقريبا، فاضل نص ساعة. هو عموما نص ساعة مش كتير يعني. طب اتس اوكي okay. خلاص يبقى نكمل يعني، ده يعني ايه 5 دقايق كده بس يعني ايه، فيل فري يعني يعني هو ده ايه بقى ال اسمه ايه ده، معنا يعني جميل الحقيقه يعني. انا اخدت على زوم يعني، كتر خيركم بصراحه خليتونا ناخد على زوم يعني وبنشتغل بيه، بس هو الكوميونيكيشن بقى بالبادي لانجوج بتبقى الواحد بقى فاهم، شايف عيون الناس، شايف ايماءاتهم، شايف، فدي بتساعدنا في ان احنا ايه نقول طبعا يعني. انا ما بسميهاش محاضره يعني، لقاء بيننا وبين بعض وبنتناقش وبنتكلم وبنقول نكته يعني، ماشي الحال يعني. هو ده 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 دي النتيجه يعني، انت على طول ما شاء الله يعني 23% يعني 77% قال له لا اتس اوكي okay. طب نكمل. طيب دكتور اتفضل. انا بشكركم جميعا على صبركم الحقيقه يعني، ونكمل نكمل بقى الكونستراكشن فيز. احنا قلنا ده الشغل بقى بتاع البروجكت مانجمنت اوفيس، بريباريشن للشوب دروينجز، كل الحاجات اللي جايه بقى ايه معروفه لينا كلنا، بنعمل تايم سكيدول، والبلاننج المفروض بيبقى لوحده، لكن احنا حطيته من ضمن الايه تكنيكال اوفيس، هم مش بعد تكنيكال اوفيس على فكره،
الكوانتي سيرفينج تعمل البروكيورمنت ليست، يعني كل دي تبقى تشيك ليست حتى لاي حد في اول المشروع هيعمل ايه. الماتيريال ابروفال سبميتلز، لونج ليد ايتمز ليست، برضه في لونج ليد ايتم ليست، مانثلي انكم سيرتيفيكتس، اللي عايز يسال عن اي حاجه من دول يكتبها، وفي الاخر يقدر يسال. نقول لو في اي نقطه مش واضحه، نقدر نحن الكوست كنترول سيستم، كونتاكت اكتيفيتيز، الدوكيمنت كنترول سيستم، الفايلنج سيستم، الكونتراكت سب كونتراكتورز اند سبلايرز، الاسسمنت اوف سب كونتراكتورز، الويكلي ريبورتس، يعني كل دي الشغل بتاع ايه؟ تكنيكال اوفيس بتاع، يعني الناس بتفكر التكنيكال اوفيس ده يعني ايه؟ كده التكنيكال اوفيس ده عقل المشروع، مخ المشروع. اللي ما عندوش تكنيكال اوفيس جامد وقوي، يعني سامحوني بيبقى ناقص حاجات كتير قوي. ويكلي ريبورتس، البادجيتد كوست اوف ديفرنت ايتمز، فاينل تشيكينج اوف كونتراكت دوكيومنتس، دروينج ريجستري. الحقيقه ان مش كل النقط دي تحت التكنيكال اوفيس، انا حطيتها يعني الفاينل تشيكينج بتاع الكونتراكت دوكيومنتس دي بيبقى في الايه؟ في الكونتراكت ديبارتمنت، في كونتراكت مانجرز دلوقتي. مثلا الفايلنج سيستم بتبقى مع الايه؟ دوكيمنت كنترولر، هو دوكيمنت كنترول سيستم. بس انا حطيت الحاجات دي كلها تحت ايه؟ تحت التكنيكال اوفيس، على اساس ان يعني ايه؟ انها بتجمع كل حاجه بدل ما اقعد اقسمها. ممكن بعد كده لو اتكلمنا على ورك بريك داون على الاوجازيشن شارت اللي كان معاك، زائد برضه حاجات كتير قوي قدام رونج ريجستري وهكذا. طيب طبعا اهم نقطه في الكلام ده كله، ودي انا شخصيا في اي مشروع دلوقتي بهتم بيها، واللي مخلينا if you don't have a BIM system start to have it. If you don't have a BIM system start to have it. لان ده الحاضر والمستقبل للي عاوز ينجح. طيب ال construction phase, the construction activities implemented by contractor supervised and approved by the consultant and PMO. بتكلم الكلام ده كله لان كل ده ايه؟ هيدار وهيتم to be monitored by the PMO. Construction plan. The actual project land surveying locations with levels لازم تتعمل، اللي هي الاعمال المساحيه level ولوكيشن. Inspection requests. The construction daily reports هامه جدا. Delayed activities report by weekly. يعني ده كل ده بقى في ال construction phase. يعني خلاص. Daily construction meetings. Daily construction activities. Weekly progress meetings. Weekly progress indicators هام جدا، هام جدا يا حضرات الافاضل. زي ما بنقول ال weekly progress meetings وال weekly progress indicators هام جدا جدا جدا، لان انت وال daily construction meetings. انا بالنسبه لي كاداره مشروع مش ممكن ادير مشروع construction من غير ما اعمل له daily meeting، مش ممكن. حتى لو انا مش موجود، يبقى لو انا بروجكت مانجر في كونستراكشن، اخلي الكونستراكشن مانجر يعمل هذا، لان ممكن مشكله تكون في الموقع تحصل، ولو حلتها في يوميها مش هتكلفك حاجه، ثاني يوم هتكلفها اكثر، ثالث يوم اكثر، رابع يوم او خامس يوم ممكن تبقى مشكله كبيره، يبقى حلها غالي جدا. الديلي كونستراكشن اكتيفيتيز، الديلي كونستراكشن ميتنجز، الويكلي بروجرس ميتنجز، دي مهمه جدا، دي بلانرز المفروض بيعملها. الويكلي بروجرس انديكيتورز دي اللي هي بقى الايه يعني كيو اي كيو سي بتتعمل، او يعني نشوف بقى البلانرز ممكن يعملها. تشيك ليست فور ذا اتشيفمنت اند هاندينج اوفر اوف انجينيرنج وركس. دي الحقيقه دي انا موضوع انا بحبه جدا جدا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ربنا يسر لنا عمله ان فول تقريبا، يعني ان جميع الاعمال اللي في الموقع يبقى عندك تشيك ليست استلامها. الحفر مثلا استلمه ازاي؟ يبقى في تشيك ليست. اول حاجه مثلا العمل المساحي، اقيس ابعاد، اقيس اعماق، اقيس ليفلز. ثاني حاجه ارتفاع الجوانب الحفر. ثالث حاجه قاع الحفر. رابع حاجه طبيعه السويل اللي موجوده تحت، هل هي اكوردنج للجسار واكوردنج للمطلوب ولا لا؟ يعني يبقى في كذا. الخرسانه مثلا، خرسانه مسلحه، النجاره استلمتها ولا لا؟ استلمتها ازاي في الاول؟ وبعدين
حطيت الحديد ازاي وما محطوط ككميه مظبوط كرستكه كتثبيت مظبوط ولا مش مظبوط. بعد كده في الاخر بعد كده الشدات تاني بترجع تعد ايه تشد تعملها تاني تقويها بعد ما بتحط الحديد وتشيك عليها. يبقى كل ده تشيك ليست، يعني ان انا بتحول الكونستراكشن اكتيفيتيز لايه؟ للتشيك ليست، بحيث حتى لو مهندس غاب المهندس اللي وراه هياخد التشيك ليست دي ويكملها. يعني انت ممكن الحاجات دي تكمل في يوم غير اللي فات. يعني خلصت النجاره امبارح مثلا وبدات الحداده النهارده، المهندس غايب، يبقى انا بتاكد ان المهندس اليوم اللي قبلها عمل تشيك ليست على النجاره واستلمها الانيشال شاترنج. مثلا كل انواع تقريبا كل انواع الاكتيفيتيز من فضل الله سبحانه وتعالى غالبا يعني طبعا ما فيش يعني كمال لله وحده. فانما اتس بيتر لو انت يو هاف ا جود سيستم ان تخلي تحول كل الانستراكشن اكتيفيتيز بتشيك ليست، تسهل لك حاجات كتير قوي. الديلي كونستراكشن ميتنجز دي هامه جدا، الويكلي بروجرس ميتنجز، ويكلي بروجرس انديكيتورز. الكلام ده نخلي بالنا، ده الويكلي بروجرس انديكيتورز في شركات مقاولات في مصر من الشركات العظيمه، مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يعتقد ان انا بعمل دعايه لحد او حاجه، دي شركات مش علاقه بيها دلوقتي خلي بالكم، بس في شركات محترمه جدا بتشتغل هذا الكلام كله. تشيك ليست فور ذا اتشيفمنت اند اوفر اوف انجينيرنج وركس. طيب تشيك ليست فور اركيتكتشرال اند فينشنج وركس برضه التسليم الحاجات المعماريه او الفينشنج، البياض تستلمه ازاي؟ المباني هتستلمها ازاي؟ بتعمل مثلا فول سيلينج بتستلمه ازاي؟ اي حاجه يبقى لها ايه؟ برضه تشيك ليست. انا مش فاكر بالظبط الحقيقه لان ده العمل كان ده عامله من زمان، تشيك ليست للاي ام بي وركس برضه الالكتروميكانيكال، البروجكت مانجمنت بلان ده في الاول، ده من الاول خالص فول بروجكت مانجمنت بلان ده في اول البروجكت، البروجكت كواليتي بلان، البروجكت اس اس اي بلان، يعني كل دول يتعمل لهم بلانز من الاول خالص. طبعا في يعني مش هقول حاجه، هو الحاجات دي كلها بتبدو ان هي ملهاش لازمه، بتبدو ان هي صعبه، بتبدو ان هي كومبليكيشن. ان انا عايز اقول لكم على حاجه، هذا كلام له صعب ولا كومبليكيتد ولا اي حاجه خالص، بس المفروض ان اي شركه مقاولات تبقى مجهزه الناس اللي تعمل الكلام ده كله، واخدين بال حضراتكم، وما تستخسرش بالصرف عليها، لان الحاجات دي كلها هتوفر حاجات كتير جدا جدا في السكه. وانا رايي ان الحاجات دي كلها دي استثمار اكتر منها صرف على مشروع. وممكن مشروع صغير مثلا البروجكت مانجر او الكونستراكشن مانجر يقدر يعمل مثلا البروجكت كواليتي بلان بتاعه او اي بلانز من دول بين البروجكت مانجر والكونستراكشن مانجر والتكنيكال اوفيس مانجر، يعني دول يعني اكبر ثلاثه في المشروع المفروض يبقى عندهم كل هذا الكلام كنولج وكابليكيشن. طيب الديلي بروجكت ريبورت، الديلي اتش اس اس اي ريبورت ممكن يبقى انكوربوريتد مع الديلي بروجكت ريبورت، ممكن يبقى لوحده تعتمد على حجم المشروع. الويكلي بروجكت ريبورت، الويكلي اتش اس اس اي ريبورت، المونثلي بروجكت ده بيبقى ويكلي الاتش اس اس اي هيلث سيفتي سكيورتي اند انفايرمنت. لو مشروع كبير بيحتاج بقى ان الايه ان الريبورتس دي تبقى سيبريت عن الايه عن الديلي او ويكلي ريبورتس. المونثلي بروجرس بروجكت ريبورت والمونثلي اتش اس اي ريبورت غير بقى ايه ما يزيد، وممكن كل واحد يعني ايه ما حد دي ده ما فيش غير هو قران واحد. اي واحد بيجي اي مشروع بيعمل السيستم بتاعه هذا الكلام. وهذا بقول هذا الكلام كله طبعا في كتب كتير يعني ممكن انا مش شفتهاش انا يعني مش لا يعني انا هذا الكلام خبره الحياه وخبره طويله للمشروعات. هاني جو اند كوميشن فيز، خلاص احنا فيز دي وفيز اللي وراه وخلصنا. الفاينل انسبكشن بقى او الفاينل انيشال انسبكشن، فيريفاي كونستراكشن از كومبليت، انا الكونستراكشن بتاعي كومبليت، انا كمقاول الكونستراكشن بتاعي خلص
فبقى بقول له اخوانا انا وجد يعني منظف السكيدول بتاعي ماشي عليه والله. شوف انا عادي بالكو يعني اقول له وانا كذا البانش اسمه بانش نيس اصلا جلست الاثنين واحد اللي هو اللي الكشف بقى اللي احنا بيدخل بقى البي ام او بيدخل الاونر ممكن يدخل الاونر ممكن ندخل بقى السوبرفايزر والمالك ولو في والكونتراكتور طبعا لو حد من الـ من اللي عامل الاوبريشن. لو انا بعمل فندق لازم يكون الشيف انجينير بتاع الفندق مثلا موجود. لو انا بعمل مستشفى بيبقى المهندس بتاع الصيانه او المسؤول عن الاوبريشن بيبقى موجود في الهاندينج اوفر. Work with client on final completion requirements. بيبقى في final completion requirements دايما. بتسلم مستندات معينه، بتسلم شهادات معينه، بتسلم اي حاجه متعلقه بالمشروع بتسلمها في هذا الكلام. Consult with design representative for system checks. دي برضه عشان كده بقول لحضراتكم لازم الديزاينر يبقى موجود. له وجود في المشروع لان انت ممكن وانت بتسلم تسليم نهائي يبقى في حاجات عايزه ايه تتبص لها بشكل معين او براي معين او كونسلتنت عايز ان هو يعني ايه. ومش بقول على يعني هو طبعا المدني خلاص متغطى. لما بيزكلي معماري بقى بيخص بقى بالايتمز وبالالوان وبالسيركوت حاجات كتيره جدا. وايه والالكتروميكانيكال كونسلتنت كلاينت فور ابروفال اوف سيستم ستارت ابس. هنا السيستم ستارت ابس بقى مع الكلاينت لان الكلاينت هو اللي بيسلم بقى لمين؟ للبي ام او طبعا مع الكلاينت بيسلم للاوبريتور. الفينشنج وركس كلها من هو اخرها طبعا بتعدي عليها. اللترز اوف بروجكت اكومبلشمنت بعد ما اقول كل ده خلص يبقى انا بعمل ايه؟ لترز اوف بروجكت اكومبلشمنت. انا خلصت كل حاجه. طب اعمل بقى اللي انا بعمل كوميشننج ليه؟ انا كل حاجه عندي سليمه بس الحاجه تشتغل مع بعضها كومباتبل مع بعضها. يعني انا عشان اجرب مثلا الاضاءه بتاعت فندق مثلا بعمل ايه؟ بولع كل انوار الفندق مثلا لمده 24 ساعه مثلا. سي في خطوات كده بيبقى كونديشنز بيبقوا الناس بتوع الاوبريشن او الناس اللي اشتغلوا في الكوميشننج بيبقوا عارفينها. في قطاع البترول في مهندسين كوميشننج بس يبقى انجين كوميشن بيعمل بتاع مثلا لو بيعمل جاس بلانت لو بيعمل ريفاينري لو بيعمل اي حاجه يبقى متخصص في هذا الكلام ناس متخصصه في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوميشن. فاينلايز ديت فور كليمز اند انفويسز. ماشيين كلنا من الاخره في كليمز في حاجات زادت عن حاجاتي انفويسز ما اتصرفتش كان بقول اخره بخلصها بديت معين. يعني يبقى انا ايه؟ عشان يبقى كل واحد واخد حقه. ما اقولش لا ده المقاول مش عارف ايه ده انا اخصم منه ايه ده انا اعمل ايه. في حاجات كتير جدا الحقيقه الواحد بيشوفها دلوقتي في المواقع بتزعل. اعلي فلوس قد ايه للمقاول نسبه كام اعكنن عليه ازاي. يعني الكلام ما لا هو ايثكس ولا هو ولا له علاقه بحاجه ولا له علاقه باستشاري فاهم. يعني الاستشاري الفاهم عمره ما بيعمل كده. بيبقى الدنيا احنا لنا دور واحد. وانا اعرف استشاريين الماظ بيبقى خايف على المشروع وعمال بيبذل اقصى جهدي فيه وتحس ان هو المالك وهو البي ام او وهو المقاول يعني شايل الهم كل حاجه. وبيقابلنا لغايه دلوقتي مؤسسين استشاريين فله يعني فله حقيقه يعني. الهاندينج اوفر اند كوميشننج فيز برضه بنكمل عليها. الفاينل انسبكشن الفيريفاي الكونستراكشن كومبليت. Develop punch list, snag list, compliance with safety requirements. لازم اتاكد ان في safety requirements مظبوطه لان في حاجات معينه بتحتاج لايه؟ انت بتعمل ترخيص مثلا مع لو انت بتعمل حاجه في ترخيص بتاعت الحريق في ترخيص بتاعت المصافي في ترخيص يعني بتاعت جدا كتيره جدا. ابواب مثلا تبقى خارج بشكل معين
الفاير الارمز نحطه بشكل معين، الفاير ديتكشن موجوده بطريقه معينه، الفاير فايتنج موجود بشكل معين، يبقى دي لازم كومبلاينس تكون مهم جدا. الورك وذ كلاينت اون فاينل كومبليشن ريكويرمنتس. عندي فيس برضه كونسلت وذ ديزاين ريبريزنتيفز فور سيستم تشيكس. يبقى ديزاين ريبريزنتيف للسيستم تشيكس. كونسلت وذ كلاينت فور ابروفال اوف سيستم ستارت ابس. فينيشنج وركس letters of project accomplishment بيبقى جواب خطابات بتاع الايه انتهاء المشروع. finalize date for claims and invoices احنا اتكلمنا عليها قبل كده، دي شكلنا كده دي معموله مرتين. طيب مش مشكله بس عشان نخلص عشان انت يعني كتر الف خيركم. disposition of materials consult with client برضه عايز اقول لكم كلمه، ودي انا الحقيقه اتعلمتها من حوالي 22 23 سنه، كنت في مشروع اوبريشن اند مينتنس في قاعده جويه في دوله من دول الخليج، دوله كبيره. والله الحقيقه اللي سمعتها من واحد مش مهندس بس واحد يعني هو مش شغال في القاعده، ده كان في نفس الشركه اللي كنت شغال فيها، كانت شركه جميله جدا. قال لي انت ممكن في الديموبيلايزيشن الفتره دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي تصرف اكثر من الموبيلايزيشن. وعلى فكره كان شباب ما كانش عجوز، كان قد ولادي، لان هو فعلا ودي ما عاد فكرت فيها لقيت فعلا ان انا في حاجه اسمها ديموبيلايزيشن بلان وحاولت اطبقه بعد كده، يمكن طبقته مره ولا حاجه وانا في بلد ثانيه من دول الخليج، لكن غالبيه الناس ما بتبقاش مقتنعه بالحته دي. لما الديموبيلايزيشن بلان مهم جدا 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 زي الموبيلايزيشن، يعني انت في الديموبيلايزيشن انت ممكن عندك عماله او موظفين او اخر بيسيبوا بيخلصوا الشغل وبيمشوا، بياخدوا مكافئاتهم، بياخدوا بقيه حساباتهم، عايز تشيل حاجات تنقلها حتت بعيده، عايز ديموبيلايزيشن ممكن يكلفك كتير قوي، فلازم بعمل ديموبيلايزيشن بلان. ودي برضو انا يمكن ما حطيتهاش هنا او يمكن ايه، بس ايه برضو فكرتها وبقول لكم عليها. ديسبوزيشن اوف ماتيريالز كونسلت كلاينت لين ريليزز وارنتيز اوبتين فور فاينل بيمنت. لازم قبل ما اخلص الفاينل بيمنت اكون كل المتعلقات الماليه والضمانات والكلام ده كله مخلصه. كونسلت ويز مانجمنت ذن كلاينت، مخلص مع كل الموقع بعدين اخلص مع كلاينت. ريكورد از بيلت درونز مهمه جدا 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 جدا. عيب قوي ودي بتقابلنا لغايه دلوقتي ان انا اكون مثلا داخل اعمل صيانه في مستشفى، صيانه في فندق، صيانه في مصنع، اقول لهم فين الاسبلت يا اخوان؟ يقولوا لي ما فيش اسبلت. يبقى اقعد اكسر بقى في ارضيات وفي حوائط عشان اعرف مسار الكهرباء او مسار الصرف او مسار الماسوره، يبقى وحشه جدا. انما لو في الاسبلت، ودي ميزه بقى البيم البيلدينج اوف انفورميشن مودرنج، انه بيبقى عندك كل حاجه موجوده عندك واضحه، ما بتتعبش في حاجه ولا بتقعد تسلم ورقه ولا تسلم حاجه، السيستم كله بيحتوي على كل هذه الكلام بالدايمنشن اللي فيه. لو سوتس كل الايه؟ الحالات اللي هي قانونيه، لو في اي حاله قانونيه، في كليم، في اي حاجه. بروجكت كلوز اوت اند بوست ايفاليوشن فيز، دي اخر نقطه عندنا. ان ذا كونستراكشن بروجكتس ذا بروجكت كلوز اوت هابنز افتر 1 اور 2 ييرز فروم ذا فاينل هاندينج اوفر ان ايتم 9. الايتم قبل كده احنا كنا بنتكلم عليه، بعديه بسنه بالظبط في الكونستراكشن بروجكتس يبقى يير اوف وارنتي. بروجكت كوميشن اند هاندينج اوفر فيز، ذا بروسيسز اوف ذا بروجكت كلوز اوت could be as follows. خلاص احنا خلصنا يعني. The contractor has to send a statement to the client and consultant stating the date of final handing over according to contract. يعني انا عم سلم التسليم الابتدائي مثلا في 1 ديسمبر مثلا 2000، يبقى اكون باعت للكلاينت ان انا يوم 1 ديسمبر 2001 انا خلاص بعمل ايه؟ الكلوز اوت. Close out بعمل list of maintenance activities during the warranty year. في الوارنتي يير بيبقى فيه طبعا ايه؟ maintenance activities سواء الالكتروميكانيكال سواء لاي سيستمز موجوده. طبعا اي حاجه بتبان اللي من سوء استخدام بيبان، اللي بيبقى من سوء الصناعه بيبان، اللي من سوء الصناعه ده لازم يكون اتغير فري خلال السنه بتاعت ال ضمان اللي هي الناتجة عن البد فاكتور، يعني البد
يعني اللي هي التصنيع مش ما كانش كويس لازم تتغير، ما فيهاش هزار. لو هي حاجه جايه من سوء الاستخدام يبقى ده موضوع ثاني بقى، انت مش عليك كلام. بتبان كل حاجه بتبقى باينه يعني. List of different projects items, final inspections and definition of snags or remarks to be repaired or recovered. لو في اي snags بقى او اي حاجه ظهرت يبقى ايه كلها بتتصلح. There's one inspection of the project between the client, the consultant and the contractor and the definitions of snags and the definition of the date to analyze the snags recovery. يعني احنا بنعمل checking، نعمل snag list، بقول snag list دي مثلا تخلص اسبوع، اسبوعين، شهر، اي وقت. بحيث ان انا ايه مش هدي لك خلاص فاينل هاندينج اوفر وادي لك الضمانات بتاعتك اللي هي 5% وضمان اعمال و5% في 60% موجودين، دي برضه في الكونتراكتس هنتكلم عليها. مش هتاخدهم الا لما تكون عامل ايه فاينل هاندينج اوفر. فانت مصلحتك كام قوي ان انت تعمل السناج وتصلحها بسرعه جدا وتخلص نفسك تقفل المشروع وتاخده بسرعه. Final joint inspection at the predefined date to assure the accomplishment of all snags. الزياره بقى النهائيه عشان تتاكد ان انت خلصت كله. Final payments and all final claims and resolutions the project close out. Final payments and all final claims resolution. دي نقطه هامه جدا. هامه جدا لسمعه اي عميل. اي عميل ما بينطبقش هذا الكلام كل المقاولين اللي هتجيله بعد كده هتبقى مقاولين مش up to the standard. كل واحد بتبان عيوبه. لو عميل واخد ان هو بياكل اكل دفعه كل المقاولين اللي بيدخلوه بيعتبروا ان اخر دفعه دي مش هياخدوها وبيزودوها على الدفعه اللي قبل كده واكتر. ما فيش حد سوري يعني، ما فيش حد عبيط، ما فيش حد داخل عشان يخسر. نخلي بالنا، نخلينا فير. كل واحد، كل ستيك هولدر، سواء العميل سواء الكونسلتنت سواء البي ام او سواء المقاول، يبقى فير مع نفسه. والطرق الفير دي هي اللي بتعمل بقاء لكل لاي مؤسسه، سواء عميل سواء بي ام او سواء كونتراكتر سواء كونسلتنت. In the normal cases the post evaluation is not taking its importance. The post evaluation is very important to use all the previous projects, events, problems, claims, cost control, etc. to do a database for the new projects. This could be done by the registration of all the previous cases and its solutions and analysis of each case and the learned lesson from the cases. The output shall be the accumulation of the different gained experience and the sorting of all the cases to facilitate the reference back at any time later. ده المختصر المفيد بتاع الايه؟ البوست ايفالويشن. ان انا كل مشكله حصلت معايا دي بتبقى موجوده في الريبورتس، موجوده في التواريخ دي لفائده مين؟ اكتر لفائده المقاول اللي بيشتغل. لان هو من والكونسلتنت يعمل لنفسه برضه، خلي بالنا. يعني كل واحد من الستيك هولدرز يعمل هذا الكلام لنفسه، انما بيزكلي للمقاول عشان اي مشروع ياخده بهذا الشكل بعد كده يبقى ايه؟ بيعمل حسابه لان البروبلمز بتتكرر في اي مكان تاني. السؤال ده انا الحقيقه حطيته امبارح بس. وده انا اتكلمت عليه قبل كده ودي اخر سلايد. اود ان اكون على التفكير في هذا اللقاء وتطبيق ما جاء فيه. واذا كان احد قد طبق ما فيه ولم ينجح معه المشروع، اذا حدث ذلك فمن يجد انه طبقها؟ اذا حد، السؤال ده انا حاطط السلايد دي طبقتها عملتها امبارح بالليل. اذا كان حد طبق هذا الكلام والمشروع بتاعه ما لم يصيبه النجاح، يجهز لنا عرض ليه ما لم ينجح هذا المشروع اذا كان فعلا طبق ما استعرضناه له. يكاد يكون مستحيل انك تطبق الكلام اللي قلناه النهارده. وانا مش بتكلم على بي ام او بس، بتكلم على اي مكان عاوز ينجح مشروعه. الاكتيفيتيز كلها دي لو اتعملت واتعملت صح وبتخصص وبدقه وكلها سهله، اللي يلاقي في خطوه صعبه في الكلام اللي قلناه ده يقول لي. اللي يقول لي انا طبقت الكلام ده كله في مشروع قبل كده والمشروع ده لم يصيبه النجاح يقول لي. استغفر الله، انا بقول تحدي وبقول حاجه بس انا بقولها لحضراتكم. نجاح اي مشروع ليس صعبا نهائيا. والدليل على هذا كتير جدا، من فضل الله سبحانه وتعالى
اي مشروع لاي حد، مش بتكلم عن نفسي، لاي حد مشى وعمل هذا الكلام اصابه النجاح، وبتمنى لكم جميعا جميعا النجاح الكامل. بتمنى لكم جميعا ان يكون كلامنا اللي احنا بنقوله ده يعني ايه فتح قدامكم نقاط معينه، وبشكركم جميعا، بشكركم جدا على صبركم وعلى تحملكم، ويعني الحقيقه ما فيش كلام ينفع. الناس بتصبر علينا بالساعتين وبالثلاث ساعات عشان يسمعوا الكلام اللي بنقوله دول، لكم جزيل الشكر. احنا دلوقتي ساعتين ونص، ودي يعني رقم قياسي يعني بعد المحاضرات الاولانيه، وان شاء الله اللي جاي خلي بالكم مش هيبقى كده، بس هو في الاول احنا بندي الجرعه الكبيره قوي اللي تورينا يعني البروجكت مانجمنت ده موضوع سهل وموضوع جميل وموضوع من فضل الله سبحانه وتعالى اي حد ممكن يوصل له، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وبعد بس نخلص نفتح المجال للمناقشه والنقاش يعني في اي موضوع يعني لاي حد، وتحت امركم لاي مده انتم عاوزينها. ونشكركم بعد ما ايه ما ننهي اللقاء باذن الله. الله يخليك يا باشمهندس. محدش يعني يتحرج من حاجة. لا محدش يتحرك من أي موضوع وأي سؤال وأي يعني أي حاجة. إحنا جاهزين، إحنا جاهزين، ويعني تحت أمركم. يقدم لي نفسه اسمه بس ونتشرف بيه وتحت امره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ باشمهندس احمد حضرتك يا فندم. باشمهندس احمد صادق؟ سعود. احمد سعود؟ ايوه يا فندم ازي حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. وحضرتك بتتكلم على الكي بي ايز. الكي بي ايز؟ كي بيرفورمانس انديكيتور او اندكس. لا كي بيرفورمانس انديكيتورز مش اندكس، كي بيرفورمانس انديكيتورز. طيب دلوقتي حضرتك يعني مطلوب مننا نعملها ديلي، هل هي لوجيك تتعمل ديلي؟ لا هي مش ديلي قوي يعني، مش ديلي. انت صعب جدا يعني. هي مش ديلي يعني انا عاده ويكلي ده اللي هو العادي. عادي 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 جدا يعني، فيري سمبل يعني، فيري سمبل. لو كنت بتتكلم بقى على الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعتك كبروجكت مانجر، زي ما بقول لكم بناء على اللقاءات اللي احنا عملناها، انت ممكن تدخل على الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي كانت في تاني لقاء، تاني لقاء على طول. الباشمهندس محمود كتر خيره وحطها على السايت. هتلاقي الثلاث انواع زي ما قلنا، البرسبكتيف والبيبل والبراكتس. وانت تقدر تقيس بقى مدى ما اثر معاك يعني الكلام احنا قلناه واللي احنا سمعناه، يعني ظبط معاك ايه او لفت وجهه نظرك لايه. واي حاجه ام ريدي يعني، انا ما يعني ريدي، لان اي حد اي تساؤل، لان مثلا التليفوناتي موجوده برضو مع اداره هي ممكن تستخدم كقياس كميات يعني، كاعمال ماسونري بلاستر، تستخدم حاجه زي كده ازاي؟ ده مواضيع طويله وجميله خلي بالك يعني. الكي بيرفورمانس انديكيتور انا يعني انا اقول لحضرتك بس انا بعمل ايه؟ انا باخد مثلا افريج عندي كام مان باور في السايت. ايوه. وبعمل استيميتد ليهم وعدد اللي هو البرودكت قد ايه في اليوم، وبعمل بقى زي اخد البلان مانثلي ووزع عليه بقى الديلي اللي هو المفروض جاي لي بالاستيميتد بتاعي، واخر الشهر بشوف المكتب الفني بيديني ايه اكشوال كوانتيتي تنفذ قد ايه.
عندي طريقة مناسبة ولا في حاجة ممتاز أحسن من كده؟ ممتاز، خلي بالك احنا متفقين على هذا. انت حضرتك اتصرفت وعملت في بيرفورمانس انديكيتورز لنفسك، اوكي. اللي عايز اقول لك عليه، انا فوجئت ان يعني انا لقيت، يعني لقيت عندي كتاب فيه 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. في لقاء من اللقاءات دخل مهندس اعتقد كان عراقي على ما اعتقد، مش فاكر عراقي او اردني او فلسطيني مش عارف ايه، قال لي الراجل ده اسمه كذا، كتبت اسمه عندي حتى، لان انا يعني ايه، وقال لي دول دلوقتي بقوا 25000 كي بيرفورمانس انديكيتور. ده جنرال لكل حاجه، يعني انت بتدخل على الكلام ده كله ان شاء الله اي ويل دو ات، يعني هطلع. بس احنا كبروجكت مانجر الكي بيرفورمانس انديكيتورز مسمينا ايه، كومبيتنس بيرفورمانس انديكيتورز، اللي هي موجوده في اللقاء الثاني. اللقاء الثاني ده موجود على الشانل بتاعت اليوتيوب، ثاني لقاء على طول هتلاقي فيه هذا الكلام، وهتلاقيه في ثلاث حاجات عشان برضه تبقى واخد بالك منها. البرسبكتيف خمس مجالات، خمسه جروبس، البيبل 10 جروبس، البراكتس 14 جروب للبروجكتس، وفي بالنسبه لل 13 جروب بالنسبه للبروجكت، و14 بالنسبه للبروجرامز وللبورتفوليوز يعني البروجكتس لها خمسه و10 و13، الباقي بقى اللي هو حضرتك ممكن تبعت لنا تمبلت مثلا ولا؟ لا لا لا، مش تمبلت، خلي بالك ده مش تمبلت، مش تمبلت ده، انت طريقه، انت يعني انت ممكن، عشان كده بقول لحضرتك راجع الكلام ده وبص عليه، اعتقد انه كان انجلش، وشوف مدى هل العادات اللي عادناها دي استفدت منها لاي درجه؟ انهي في ايه الحاجات اللي لفتت نظرك لها؟ يعني القصه اصلها يعني انديكيتور، يعني انديكيتور ده يعني ايه، بيان، يعني بيبين حاجه، يعني ممكن ما تبقاش قياس، ما تبقاش مثلا 9 من 10 او 8 من 10، ولو ان احنا الكمبيوتر لما كنا داخلين في موضوع ان احنا نبقى نقدمين على كبروجكت مانجر الانديكيتورز دي، انا بعمل لنفسي سيلف اسسمنت وبدي نفسي درجه من 10 لكل واحده منهم قبل ما ادخل، والناس تعمل لي اختبار، تعمل سيلف اسسمنت. فانت بص عليها واعمل نفس السيلف اسسمنت وطبقها وريدي لاي سؤال، خلي بالك يعني سواء الله خير يا دكتور، وربنا يبارك في عمرك يا فندم. ده انا شاكر ليك وتحملكم يعني كل هذا الوقت. لا يا فندم، لا والله ده شرف لينا يا فندم، والله شرف لينا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. شكرا شكرا يا فندم، امر الله. تحت امرك يا حبيبي. شكرا. تحت امرك يا حبيبي. في اي سؤال تاني او الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات وإدارة الأعمال. هقول لحضرتك على حاجة، نفهم كلمة إدارة. الإدارة تعريفاتها كتير قوي زي ما بنقول، إنما أديك أنا في أول اللقاء ده قلنا الإدارة من 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 ايه، من 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 اكبر العلماء في الاداره في العالم يعني، وده راجل مش يعني زي ما اتفقنا ان الاداره دي ما هياش مش علم زي ما بيقولوا اكاديمي، يعني الناس لما اقول لهم الكلام ده اقول اكاديمي انا بموت من الضحك، لان مفيش حاجه اسمها اداره اكاديمي. يمكن في التطورات بعد كده بقى، اما بتيجي تشتغل بالارنت فاليو، اما تشتغل باي ايكويشنز باي حاجه ماشي. فالاداره افهم الاول يعني ايه اداره قبل ما احكم على حاجه او واحده منها. اداره يعني ايه؟ يعني ايه؟ ابلكيشن اوف ايه؟ الفور فانكشنز اوف مانجمنت، اللي هي الاربع وظائف بتاعت الاداره، اللي هي الايه؟
البلانينج اورجانيزنج ليدنج وكنترول ده مش حفظ. يعني انا علشان اعمل حاجه عشان اقوم نتكلم على اي واحده المشروعات احنا قلنا المشروع اللي هو مكون من اكتيفيتيز له مده يبتدي من الاول للاخر بطبق عليه الفور فانكشن اوف مانجمنت البلانينج بخطط الاورجانيزنج بوزع المسؤوليات على ناس بعمل ديليجيشن لحاجات معينه ان الليدنج اللي هي المتابعه بقى المونيتورنج واشوف الدنيا ماشيه ازاي والكنترول اللي هي اي كنترول انا بعمله على ايه على كام من الاخر دي كلمه اداره. اما اجي اقول اداره هندسيه يبقى انا ما بطبقش ده على بطبقه على ايه اي على هندسه على مشروعات هندسيه مش لازم مشروع هندسي بقى يعني بدير هذا الكلام في حته يعني اداره هندسيه السلام عليكم هي مسمى الاداره الهندسيه لا يعني بتتاخد حاجتين يعني يا اما اسم يعني برضو ده من ضمن التعريفات الاداره الهندسيه ممكن تكون تطلق على قسم او قسم معين في شركه او في مشروع نسميه الاداره الهندسيه وممكن ان انا بقول ان اداره الموضوعات الهندسيه لو هي اداره الموضوعات الهندسيه يبقى انا بعمل ايه؟ بطبق الفور فانكشنز اوف مانجمنت دول على ايه؟ على اي موضوع هندسي عندي تعمل بريك داون بقى وبطبق كل الفور فانكشنز اوف مانجمنت على اي موضوع هندسي. اداره المشروعات احنا اتكلمنا عليه. خلاص؟ اداره الاعمال بقى ده اتس بزنس. يعني اداره بزنس، اداره بزنس انا برضو خلي بالك برضو كلمه اداره في حد ذاتها اللي هي تطبيق الاربع حاجات دول على البيزنس نفسه. البيزنس نفسه ده من اول بقى ما هو لسه بري فيزيبيليتي ويكاد يكون برضو بس اداره الاعمال ما هياش محدده بوقت. مش محدده بوقت اداره الاعمال دي ممكن تبقى بروجكتس وممكن تبقى كوربريت يعني بطبق عليها مش قواعد المشروع يفرق ايه اداره المشروع عن اداره الاعمال. ان البروجكت ده بيبتدي وبينتهي وبعد ما بيبتدي وبينتهي خلاص بتتفك العلاقه حتى ما بين الناس وبعضها. البروجكت بتنفض خلاص وبتنتهي الموضوع انما البيزنس لا. البيزنس ده بيظل يعني اي عمل اي بيزنس انا عايز اعمله بطبق عليه الفول فانكشنز اوف مانجمنت بقواعده بس اكون فاهم البيزنس ده. يعني مش اي اعمال يعني انا مش ما اقدرش انا احكم لك مثلا على الايه البيزنس اللي في الاي تي ما اقدرش احكم لك على البيزنس مثلا اللي في اي تخصص اخر انا ممكن اكلمك على البيزنس بتاع الكونستراكشن عشان كده انا دايما لما بشرح او بتكلم على ايه على الكونستراكشن اللي انا يعني عارفه ومارسه عشرات السنين يعني خلاص ارجو ان الكلام يكون هل الكلام واضح ولا محتاج اضافه او اي حاجه أنا تحت أمركم. يعني كلمة إدارة نفسها أربع حاجات. بلانينج أورجانيزنج كنترول. خلاص؟ بطبقه على أي حاجة بقى. لو هي إدارة هندسية مقصود بيها أعمال هندسية يبقى أنا بطبق الكلام ده على البريك داون بتاع الأعمال الهندسية اللي عندي. لو هي مشروعات بنطبق عليها على الفور ريسورسز اللي أنا بعمل بيها المشروع. لو إدارة أعمال بيبقى إيه بعمل الفور فانكشنز دول على أي بزنس أنا بعمله اللي هو البيزنس مانجمنت. تمام؟ وطبعا الموضوع يعني مش بالبساطه دي واحنا بنتكلم في اداره المشروعات بقى لنا قد ايه؟ ولسه قدامنا عشان نتكلم فيها ده اللي بقى انا بتكلم تايتل انما كل واحد من دول برضه هيبقى له متخصص وهيبقى له شرح له وويلكم تحت امركم يعني. هل وياكم حبيبي لو في اي حاجه باشمهندس عمر انا جاهز يعني مفيش مشكله خالص. الله يبارك فيك حبيبي وامرني في اي سؤال اي حاجه اي استفسار في حضرتك في سؤال بس طلب كان حضرتك طلبوا من حضرتك تنزل كتاب للكي بي اي وحضرتك قلت هتبعته بس ما وصلهمش لا 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 انا مش هنزل كتاب الكي بي اي كتاب الكي بي ايز ده انا بدور عليه لان هو انا يعني عندي اجزاء منه بره وبعدين ده كي بي ايز ده كتاب فيه 17000 لا بس خلي بالكم
معلش انا عجوز عجوز بس يعني ايه ما بنساش قوي كده يعني، انا بكتب كل حاجه بتطلب مني، انا اللي طلب مني حاجات تانية معينه وانا امري بس افوق شويه، لان يعني عندي مشغوليات اللي من دول زياده، ففي ناس طلبت حاجات معينه وان شاء الله ربنا قدامي وابعتها لهم. انا يعني احنا قلنا انما ابعت كتاب كي بي ايز لا اصل خلي بالكم انا بقول ان الكي بي ايز اللي عندنا، وانت لو انت لو دخلت على النت على فكره وكتبت كي بي ايز ان كونستراكشن، انا عندي حاجات كتير قوي هنا، لو دخلت على الـ على الـ على الجوجل هتلاقي حاجات كتير قوي، بس انت لو انت مثلا في الكونستراكشن اطلبها ان كونستراكشن، لان زي ما بقول لحضرتك اخونا المصري اللي عاملها انا ممكن ادور على اسمه دلوقتي، لان هو المهندس اللي قبل كده قلت له 17000 كي بي اي، انا مش ببالغ، قال لي لا ده اسمه مش عارف ايه كده وبقوا 24000، فدي كي بي ايز في كل حاجه بقى في الدنيا. فانا لا يعني انا مش يعني مش يعني مش هدعي حاجه، انا وبعدين انا مش يعني اللي عايز اقوله ايه يعني ما يعني انا ما وعدتش نبعت حاجه على كي بي ايز، خلي بالنا يعني انا ما اعرفش انت يعني انت الكلام ده هل انت حضرتك اخذته من حد ولا انت سمعته مني ولا ايه؟ ممكن يكون كان قصده على حاجه تانية ونسي مثلا الاسم ولا لما الكي بي ايز ده موضوع واسع جدا، موضوع واسع جدا، اللي انا بقول لكم عليه حاجه ممكن يكون عن حاجه الكي بي ايز بتاعت الكومبيتنسز دي موجوده اوريدي، الكي بي ايز بتاعت البروجكت مانجر. معلش انا دلوقتي انا ممكن اقول لك على حاجه يا باشا برضو عشان احنا بنتكلم في البروجكت مانجمنت، فكل الكي بي ايز وبيسموه كومبيتنسز سي بي ايز كومبيتنسز بيرفورمانس انديكيتورز اللي هم زي ما قلنا ثلاثه كومبيتنسز اللي هي البرسبكتيف والبيبل يمكن ده اللي انا قصدت عليه قصدته اللي هي ثاني لقاء، هي كانت لقاء واحد الاول بس انا قسمته اثنين لان كان طويل قوي. تمام يعني واضح الموضوع، يعني انا لما بتكلم على الكي بي ايز بتكلم على الكونستراكشن مش بتكلم على الكي بي ايز عموما، الكي بي عموما ده واحد ماشي، اللي عايز يعرف بقى الكي بي ايز بتاعت الكونستراكشن يدخل على ثاني لقاء، اللقاء على طول هتلاقيها موجوده فيها يعني بعد شرح الاي بي ام اي، يعني احنا في اول لقاء ثاني لقاء اول لقاء اتكلمنا في اسمه ايه ده في introduction of project management وانواع الشهادات اللي عم قلنا هنتكلم على الشهاده الرابعه دي لسه برضه دي لسه يعني نتكلم عليها بعدين، وتاني لقاء حطيت بقى كل فيه ايه الكي بي ايز او الكومبيتنس بيز لاينز او الكومبيتنسز performance indicators اللي متقسمه لثلاث حاجات اللي بقول لحضرتك عليهم دول، هم دول قصدي عليهم ودول موجودين على الـ على الـ على اليوتيوب، يعني اذا كان حد سال او حاجه يبقى انا قلت له على دول. معلش اصل انا يعني انا يعني كلمه ان انا قاعد حد بحاجه وما عملهاش دي عندي مش عايز اقول يعني قاتله يعني. فهو يعني لو كان يقصد كي بي ايز بتاعت البروجكت مانجمنت، البروجكت مانجمنت عموما مش الكونستراكشن بس، موجوده في ثاني لقاء على اليوتيوب في الـ في الـ في الـ في الـ في الشانل اللي هي موجود تحتها مجموع اللقاءات اللي احنا عملناها دي. وكتر خيره للباشمهندس محمود الحقيقه محمود معتز ان هو قسمها وحطتها فعلا لوحدها جوه يعني كل كمبيوتر حطيتها في فيديو كده صغير لوحدها. هل كده انا يعني رديت انف ولا في حد عاوز حاجه اكتر من كده؟ اللي عايز كي بي ايز لا تحت امرك يعني، بس انا يعني الله يخليك تحت امرك مش انا صعب الله يخليك. المحيطات في تاني لقاء دي موجوده يعني دي كانت اقول لحضرتك كانت بتاريخ الاحد 27/12 بالظبط 27/12 بالظبط
وموجوده في على على اليوتيوب شانل وواضحه واضحه. فلو حد عايز اي تيز او اي حاجه. بس انا اللي انا بنصح بيه النهارده ودي فكره جاتني الحقيقه من اللي فاتوا دول، ان كل واحد حضر معانا يدخل على الكي بي ايز وحتى يكتبهم ويطبع بقى هو ايه اللي زاد عنده، لان هو ده دورنا اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا بننشر البروجكت مانجمنت كلتشر، وهي دي هتقيس بقى هو مدى استفادته من الكلام اللي احنا عملناه مع بعض يعني. تمام؟ في اي حد؟ واياكم حبيبي واياكم. يوم السبت ان شاء الله باذن الله تعالى، السبت القادم ان شاء الله ان شاء الله. سعيد جدا بكم كلكم والله، وشرفتونا يعني الله يبارك فيك يا باشمهندس صالح. حضرتك سجلت المحاضره دي مش كده حضرتك؟ طيب عشان محمود يبقى بقى يقطعها بقى ويظبطها. كتر خيرك، وابعتها لي برضه، ممكن تبعتها لي اذا حبيت يعني. كتر خيرك يا حبيبي، كتر الف خيرك. شكرا جدا لكل الحضور ونورتكم، واي خدمات يعني تحت امركم.